أهلا بكم. في إطار تعليمه المسيحي الأسبوعي، رحب قداسة البابا فرانسيس في مقابلته العامة بالمؤمنين القادمين من كل أرجاء العالم والناطقين باللغة العربية، وتحدث في مقابلته التي ألقاها في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان فقال: إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا اليوم على عنصر آخر من عناصر التمييز، وهو معرفة الذات. قال: غالباً ما لا نعرف كيف نميز، لأننا لا نعرف أنفسنا جيداً بما يكفي، وبالتالي لا نعرف ماذا نريد حقاً. ونسيان حضور الله في حياتنا يسير جنباً إلى جنب مع جهل أنفسنا وخصائص شخصيتنا وأعمق رغباتنا. أن نعرف أنفسنا ليس بالأمر الصعب، لكنه أمر يتطلب بعد الجهد والتعب، يتطلب عمل تنقيب داخلي صابر، وأن نتوقف لنفكر في ما نعمل وكيف نعمل، وما هي المشاعر التي تسكننا والأفكار التي تسيطر علينا ونحن غير واعين. فإذا أعدنا النظر في أنفسنا وفي أعمالنا، قد نكتشف أن نظرتنا لنفسنا أو للواقع قد تكون نظرة منحرفة، وإن أدركنا ذلك فذلك نعمة. لهذا السبب من المهم أن نعرف أنفسنا وماذا يؤثر في قلبنا، وما هي الأمور الأكثر حساسية في حياتنا، ذلك حتى نحمي أنفسنا من الذين يأتون إلينا مع كلام مقنع ليخدعونا، وأيضاً لنعرف ما هو الأهم في حياتنا. يساعدنا في هذا الأمر فحص الضمير، أي أن نعيد النظر بهدوء فيما حدث في يومنا، ونتعلم أن نلاحظ ما الذي أعطيناه أهمية في تقييمنا للأمور وفي خياراتنا، وما الذي بحثنا عنه ولماذا، وماذا وجدنا في النهاية. وفوق كل شيء نتعلم أن نعرف ما الذي يروي قلبنا. الصلاة ومعرفة أنفسنا هي عناصر ثمينة لنعرف أن نميز بين الأمور، ولكي نجد مكاننا في الحياة.